حول الموضوع انضم لنا من القاهرة مراسل الأخبار الآن رمضان المطعني. رمضان مساء الخير، أهلا بك معنا. إلى الآن كيف هي الأجواء من حيث أنت بالتحديد؟ يعني الأجواء هنا في محافظة الدقهلية وهي إحدى المحافظات المصرية، يعني تبعد عن القاهرة حوالي 250 كيلو متر. لم يختلف المشهد عن العديد من المدن المصرية، يعني اللجان على مدى الثلاث أيام يتصدر المشهد المرأة المصرية وكبار السن وقليل من الشباب الذي يحضر إلى اللجان ليدلي بصوته. يعني حتى لا نستطيع أن نقول بحسب الأرقام الواردة إلينا من بعض اللجان المختلفة أن نسبة التصويت تبلغ في اليوم الواحد من 700 إلى 800 فرد، يعني على مدار الثلاثة أيام لكل اللجان التي معنا هنا في محافظة الدقهلية تبلغ النسبة حوالي من 30 إلى 35%، وهي نسبة تقريبية بحسب الأرقام الصادرة. ايضا يعني الجديد والمختلف في هذه الانتخابات ربما الشارع المصري، العديد من المسيرات تجوب الشوارع لحث المصريين على الانتخاب، والاغاني الوطنيه التي تملا حتى المدارس التي يدلي بها الناخبون باصواتهم، وايضا يعني هناك يعني مكبرات صوت ثابته بالقرب من اللجان ايضا لحث المواطنين على الانتخاب. يعني معظم فترات الصباح الأولى تكون النسبة إلى حد ما يعني توافد مقبول، ثم شيئا فشيئا حتى آخر ساعتين أو ثلاث ساعات في اليوم وقبل الإغلاق بثلاث ساعات تشتد نسبة الإقبال على الانتخاب. يعني ربما الأمطار اليوم أعاقت بعض شيء حضور الناخبين، لكن نعم تبدو كما ذكرنا. طيب من المرشحين الأوفر حظا بحسب حديثك مع الناخبين؟ يعني بلا منازع، يعني الناخبون يقولون أن فرص الرئيس عبد الفتاح السيسي هي أقوى بمراحل، خاصة يعني أن المرشح المنافس ليس له صدى في الشارع، وأن حزب الغد ليس له أرضية على أرض الواقع على أرض الواقع. ولكن خلال أيضا يتحدث المواطنون عن الإنجازات التي قام بها الرئيس عبد الفتاح السيسي، مختلف المشروعات القومية ربما كانت أربع سنوات انتهت فيها الكثير من المشاكل التي كان يعاني منها المواطن المصري، تصدرها الكهرباء، يتصدرها المواد التموينية، البنزين، يعني كل هذه المشاكل قد تغلب عليها الشقق السكنية والبنايات والمدن الجديدة، ربما كل ذلك يلقى صدى لدى المواطنين، يعني مما يعزز فرص فوز الرئيس عبد الفتاح السيسي. طيب المرحلة القادمة، قلت بأنه الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الأوفر حظا، المرشح أوفر حظا للفوز بهذه الانتخابات أيضا، نعم. بحسب حديثك مع الناخبين ربما ما الذي يأملونه من تربع عبد الفتاح السيسي مرة أخرى على رئاسة الجمهورية؟ بالتأكيد يعني كان هذا يعني السؤال سألناه للعديد من المواطنين هنا، كانت الإجابة يعني المشتركة والقاسم المشترك هي الأسعار، تخفيض الأسعار، المواد الغذائية والمواد البترولية وبعض يعني الأشياء أو أكثر الملابس، يعني كل ما يخص المواطن في استخداماته وحياته اليومية يطالب بأن تكون الأسعار منخفضة ولا طلب على ذلك. بعده يأتي مباشرة يأمل المصريون في الولاية الثانية أن يكون الشباب في صدارة المشهد من حيث فرص التوظيف. يعني نرى ذلك، يعني هذا حديث المرأة المصرية التي كانت كثيرا ما يعني كما كنا تصدر المشهد الانتخابي الشباب الذي لم يأتي ربما كثيرا إلى لجان الانتخاب، ينتظر في الولاية الثانية للاستجابة لمطالبه وهي العمل، إيجاد الوظائف المناسبة لكل التخصصات في الشارع، على الرغم من أن يعني هناك العديد من المشاريع التي قام بها يعني المرشح المنتهي ولايته عبد الفتاح السيسي تخص الشباب، ولكنها يعني نسبة البطالة كبيرة جدا، ولا هذه المشاريع لا تستطيع أن تستوعب العديد نعم من رمضان الشباب. شكرا لك على هذه المداخلة رمضان المطعني مراسل الأخبار الآن، كنت معنا عبر الهاتف من القاهرة.